حياكم الله مشاهدينا من جديد في برنامجكم صيف السعودية. اليوم من هذا الملعب مثل ما أنتم شايفين الجماهير تتوافد الآن للملعب لحضور مباراة نادي الهلال ونادي الأهلي ضمن منافسات كأس الدرعية بالسوبر السعودي وسط هذه الأجواء الجميلة والأمطار اللي سبقتنا للمكان. مستمتعين مكملين معكم ونعيش تفاصيل هذه المنافسة. حياكم الله معنا، ما شاء الله نشوفكم اليوم في الأجواء الزينة هذه، مشتين أول شيء، والحبيب هذا جاي بطقم الهلال أكيد إنه مشجع على قولك. أهلا وسهلا فيك يا أخي، والله المكان جيد والأجواء حلوة وطيبة، وإحنا جينا من مسقط إلى أبها خصيصا نحضر المباراة. بس أنا ما أقول 1-0، أنا أقول 5-0. طماع في النتيجة. أيوة، لا افتتاحية موسم ضروري. افتتاحية موسم وأجواء زينة. أيوة طبعا ضروري تكون ثقيلة. أنا مشجع هلالي ولا أتوقع الفوز للأهلي، بالرغم انهم ضيوف علينا ولهم حق واجب، ولكن كرامتهم ان شاء الله غير اللي اليوم كرامتهم الشحن بعد المباراه يطلعون زعلانين، نعزمهم في ذاك المندي اللي يحبه قلبك وابشروا بالعوض. والله من الان اليوم كلكم اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله مشجعين الهلال. لا ان شاء الله اليوم الفوز هلالي، وانا جاي من منطقه الشرقيه وضامن الفوز، ولا وشاري تذكره النهائي معي. لا ضامن الفوز. انا فايز ان شاء الله. ما عجب فيه بشكل مو طبيعي. سلامات. كسر. سلامات، ما تشوف شر، يعني شايل العلم. اي اكيد. لا 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 لا، العلم علم الهلال دائما مرفوع. الجو صار جوي والمطر صار مطرين اثنين. والله تبي الصراحه اذا تبي تقول ورز في كل مكان في اشياء حلوه، هنا ورز الاشياء الحلوه. الاهلي ممكن يكسر الدنيا بس مش قدام الهلال. مش قدام الهلال ابدا، الهلال صراحه يعني كعبه عالي واللي واثق في فريق ان شاء الله هو، يعني انا لدرجه اني حجزت النهائي وحجزت المباراه دي. اجواء ابها ما يحتاج في الصيف لا يعلى عليها، دائما اجواء ابها خياليه واكتملت بالاجواء الرياضيه اللي موجوده حاليا بمناسبه اقامه السوبر السعودي في ابها. صراحه مستمتعين الى ابعد الحدود. فشيء جميل انها تقام في ابها وابراز لثقافه المملكه. اليوم كره القدم هي وسيله لإبراز كل ما هو جميل في المملكة. هذول عندي ضيوف الحين. احنا أبها عندنا شيء استثنائي. هم عندي ضيوف، احنا ما شغل لوكيشن. وين ناوي تروح؟ اليوم عرفنا وين. اليوم إن شاء الله بعد المباراة بعد نوديهم مكان يكون مضبوط، وبكرة إن شاء الله بنرتب لهم ترتيب خاص. أنا أنصح بمدينة الضباب. اسمها كذا؟ المدينة العالية. المدينة العالية. المدينة العالية. تشرب فنجان القهوة والحلا مع الضباب. ما بوديهم المدينة العالية. بكره بوديهم كشتة في البر. يعني كشتة يلا بسم الله طبخ طبخ.